ما زالت متابعتنا مستمرة في صباح الخير يا مصر على جلسات الحوار الوطني، وأهم ما يميز هذه الجلسات أن بيشارك فيها عدد كبير من الخبراء والباحثين في عدد كبير من المجالات علشان يكون النقاش موضوعي ويكون مبني على حقائق من كل الزوايا. تعالوا نتابع لقاء عقد مع الباحثة رحمة حسن. رحمة حسن هي باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحلل فيه وتترصد فيه الجوانب المختلفة للحوار الوطني في مصر. هو فكرة ان احنا نعمل حوار وطني من الاساس، او ان احنا نسمع كافة الجهات المعنية او الفئات المعنية بقطاع السياحة، دي خطوة مهمة ان احنا الدولة لسه بتسمع وبتسمع المقترحات والاراء المختلفة. كمان لما تطلع من نص صناع السياحة فاكيد النتيجة هتطلع يمكن تطبيقها على ارض الواقع. احنا بالنسبه لنا كمركز مصري احنا كنا قايمين على دراسه متعلقه بالاستثمار السياحي، وان احنا ازاي مصر بتمتلك ايه دلوقتي، وايه المأمول ان احنا عايزين نوصل له، وايه الخطه الاستثماريه اللي احنا المفروض نوصلها عشان نوصل نحقق الاستراتيجيه العامه للدوله اللي هي 30 مليون سائح. فقسمنا الدراسه بتاعتنا لعدد من النقاط، الطاقه الفندقيه او البنيه التحتيه، وكذلك الطيران. كمان قدمنا بعض المقترحات الخاصه بالبنيه التشريعيه. وجود اعضاء من مجلس النواب في الحوار النهارده دي خطوه مهمه، ان هم يبتدوا ان هم كمان يساعدونا في فكره التعديل التشريعي لقطاع السياحه، خاصه ان هي قوانين تم اصدارها حديثا، لكنها تحتاج لتعديلات بعض المواد او اضافه بعض مواد اخرى متعلقه بالسياحه. وفي بعض القوانين القديمه زي قانون تنظيم الشركات السياحيه، فده من القوانين اللي محتاجه فعلا يتم العمل عليها، واضافه اجزاء جديده خاصه بالتكنولوجيا والتقنيات الذكيه والتقنيات الخضراء، ودي التوجه العالمي وتوجه منظمه السياحه العالميه اللي بتقول عليه. واعتقد ان احنا لقينا ده تجاوب من الساده الحضور، ان في فعلا ترحيب بكثير من المقترحات، وكذلك فكره عمل منصات متخصصه بالعلاقه بالاستثمار السياحي والحوافز اللي بتقدمها الدوله للاستثمار السياحي، وان احنا ازاي نتوسع في اعطاء الشهادات الذهبيه للعديد من القطاعات لو احنا عايزين نزود فعلا النمط او المنتج السياحي ونجذب اسواق جديده. فدي كان من ضمن الاهداف. وطبعا احنا محور اقتصادي، فمش هينفع ان احنا وسياحه، فمش هينفع ان احنا نبقى حاضرين في محور اقتصادي وما نتكلمش عن السياسات الماليه، وان خاصه سعر الصرف وتغير سعر الصرف دي من العوامل المؤثره فعلا على قطاع السياحه. بالظبط. فبرضه كان في بعض من المقترحات ان احنا ازاي نستغل سعر الصرف، وان احنا نقدر نجذب مستثمرين اجانب، وان احنا نزود نسبه الاستثمار السياحي الاجنبي. هو بالفعل زاد تقريبا كان 9% في 2019 2020، فاحنا عايزين نزود لان مصر تمتلك اكتر، ومصر عندها الامكانيات. مصر هتقدر تعمل ده في الخطه الجديده، خاصه ان احنا لاقيين ان في صدر رحب ان هو يتقبل الافكار. شكرا لحضرتك.